السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، إن شاء الله بإذن الله تعالى اليوم هنتكلم معاكم على خدمة نبات الخوخ أو نبات الدراك زي ما بيتقال عليه في بعض الدول العربية الشقيقة زي سوريا أو الشام عموما، يعني بيتقال عليه اسم الدراك. أما تسمية الخوخ بيتقال عندهم على البرقوق، انما احنا هنا في مصر في ام الدنيا بنقول عليه الخوخ، وهما بيقولوا عليه بره الدراك، عشان بس الاسماء ما تختلطش معاهم. فاحنا هنتكلم النهارده عن الخوخ اللي هو الدراك مش البرقوق، لا هنتكلم عن الخوخ. فبعد الفاصل نقول لكم ايه هي عمليه التسميد بتاعته، وايه عمليه الخدمه اللي بتتعمل كل سنه بعد ما قرب المحصول تم جمعه قرب الازهار، زي ما احنا شايفين في الصوره كده اللي ده ظهر هون، وفي منه عقد كمان اهو، دي عقد هين نبعد بس بعيد عن الشمس كده، اهي دي عقد هين. فخلينا بعد الفاصل نشرح الكلام ده كله بالتفصيل ونقول لكم كل حاجه، فانتظرونا بعد الفاصل. وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ورجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، ونبدأ بعمليات التسميد طبعا الأول. تمام، أول حاجة يا جماعة قبل أي حاجة، لو الخوخ مزروع في أرض طينية زي دي يعني كده، طب شايفين دي أعشاب ودي حشائش ودي الكلام ده كله، بنعمل العزيء، بنعزي الأرض. إن ما كانش كل سنة بيبقى كل كام سنة؟ بيبقى كل سنتين أو كل 3 سنين. يعني ما كانش في مقدرة على المزارع إني هيعزق كل سنة، يعزق كل 3 سنين. تمام يا جماعة؟ تمام. إما كانش عنده مقدرة يعزق كل سنتين، يعزق كل 3. فتمام يا جماعة؟ تمام. بس حاليا العزيء مفيش منه فايدة، ما ينفعش نعزق طالما النبات ظهر وخلاص، الزهرة خلاص هي بتعقد، ما ينفعش نجي ناحية التربة أو أعزق. عزيء ازاي؟ عزيء ان اتخلص خربشه كده بس، مش عزيء. العزيء اللي انا اقصده يا جماعه عزيء كبير، وريتهولكم قبل كده في كذا فيديو، ان بعزق الارض كلها، بفرمها، بفرم الارض كلها بالفرامه. تمام يا جماعه؟ تمام. دي اول حاجه. الكلام ده بيبدا من امتى؟ بيبدا في شهر 12 اللي هو شهر ديسمبر، اللي هو شهر كانون الاول، اللي هو شهر كانون الاول. طيب قبل معزق بكون حاطط السماد العضوي، بحط السماد العضوي اللي هو السماد البلدي او سماد المواشي. تمام يا جماعه؟ فترات المواشي بتحط كام قد ايه للشجره؟ بيتحط 6 قفف للشجره، او زي ما بيقول عندنا في مصر هنا 6 مقاطف. تمام، المقطف وزنه حوالي 20 كيلو. تمام يا جماعه؟ المقطف وزنه حوالي كام؟ 20 كيلو في 6، يعني حوالي 120 كيلو للشجره الواحده، حوالي 120 كيلو للشجره الواحده. وهكذا الخدمه بتاع التسميد دي، يعني السماد العضوي دي بالذات بتتحط للكمثرى، وبتتحط ليه التفاح مثلا والرمان والمرقوق او اللي هو الخوخ زي ما بيقولوا عليه في سوريا. تمام يا جماعه؟ تمام. فدي كلها خدمه واحده، كلهم بيتحط لهم 120 كيلو سماد بلدي. ده لو بفرشه، يعني مثلا مواشي كان محطوط تحتهم تراب مثلا زي دي، زي الارض الطينيه دي كده، تراب زي دي كده. تمام. طب لو سماد خام، الروس خام، ما عليهوش اي اضافات، ما عليهوش كانش على فرشه، متربين في معلف مثلا، كان معلف سيراميك، يبقى نعمل ايه؟ يتحط للشجره حوالي 50 كيلو، نص الكميه على طول، واقل من نص الكميه كمان، لان ده روس خام. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب نيجي لتاني حاجه بنحطها. طب لو مش هعزق، انا لو مش هعمل عزق كبير يا جماعه، مش احنا بنقول قلنا نحط السماد العضوي الاول وبعد كده بنعزق عشان نقلب السماد العضوي يبقى في ايه؟
ما يبقاش في صف، ما يبقاش فوق سطح التربة، ما يبقاش فوق سطح التربة هنا يا جماعة كده، ما يبقاش فوق سطح التربة هنا، لا ما يبقاش فوق سطح التربة، لا يبقى تحت التربة، لأن بعزق كده مع العزيق مع الفرامة، الفرامة بتبقى ماشية كده تقلب لي السماد البلدي دي تحت الأرض. تمام تمام نيجي للحاجة التانية، طب لو مش هنعزق نعمل ايه؟ تمام، لو مش هنعزق هنيجي من جنب الشجرة من على اليمين كده، من جنب الجزر اهو، من جنب الجزر ده، من على اليمين ومن على الشمال، من على اليمين ومن على الشمال هنعمل ايه؟ ثانية واحدة معايا، خليكم معايا، من على اليمين هنا زي ما انا بشاور كده، من على اليمين هنا اهو، ومن على الشمال هنا، هفحط جرة من على بعد متر بقى من الجزر دي كده، على بعد متر هنا اهو، اهو دي كده على بعد متر بالظبط اهو، تمام يا جماعة كده على بعد متر اهو، على بعد متر هنا افحط جرة واحط فيها السماد البلدي واردم عليها تاني، وهكذا من الناحية التانية، هكذا من الناحية التانية كده هناك كده على بعد متر برضو افحط جرة واحط فيها السماد البلدي المخصص للشجر. تمام، ده لو مش هعزق لازم احط سماد بلدي، الخوخ والتفاح والبرقوق والكمثره، ان ما كانش بيتحط لها سماد بلدي ما تجيبش انتاج. الخوخ يمكن احسنهم، الخوخ او الدراك بيجيب انتاج على اقل خدمه. تمام يا جماعه بيجيب انتاج على اقل خدمه، اما التفاح البرقوق والكمثرى ما بتجيبش اي انتاج الا اذا اتحط لها سماد عضوي او سماد بلدي او سماد المواشي اللي احنا بنقول عليه. تمام يا جماعه تمام، او يتحط لها كومبوست، يعني مفيش سماد بلدي يتحط كومبوست. طيب نيجي للحاجه الثانيه اللي بنحطها المفروض بعد العزيق، وعادي لو ما عزقناش نحطها عادي، السوبر فوسفات الكالسيوم. سوبر فوسفات الكالسيوم يا جماعه بيتحط للفدان 200 كيلو جرام، بيتحط للفدان 200 كيلو جرام. تمام يا جماعة، يعني للشجرة بيتحط من 300 ل 600 جرام. طيب طب ما انا ما جبت، مش عايز احط سوبر فوسفات، احط حامض الفسفوريك. حامض الفسفوريك، واحسن مصدر لحامض الفوسفوريك في مصر، هنا في مصر حامض الفوسفوريك بتاع شركة ابو زعبل، حامض الفوسفوريك بتاع شركة ابو زعبل. الصورة هظهر لكم الصورة، هحط لكم صورة المنتج هنا على الشاشة، دي شركة وطنية تابعة للدولة. تمام، وممكن تروح تشتري من الشركة ذات نفسها، الشركة بتبيع لأي حد لأي مواطن مش للتجار بس، عشان بس يقول لك في ناس بيقولوا أردني كلهم غشاشين، لا في أردني ولا في مش عارف، مع احترامي لأي دولة ولا أي ناس، بس هنا في مصر بيقول لك هو اردني، هو مش اردني مضروب، بيبقى حاطين له حمض نيتريك عليه لون، مش حامض فسفوريك خالص. تمام يا جماعه تمام، قلنا مش هتعرف تحط يعني، او هيكلفك، ما هو اصل اضافه السوبر فوسفات ده يا جماعه بينصر على سطح التربه كده، زي بصوا كده يا جماعه، بيبقى زي كده بيتنصر على ايه، سطح التربه كده، بيتبدر كده فوق سطح التربه. طيب ده هيكلفني عماله مثلا، وانا مش حمل الكلام ده كله، عايز احط حاجه في السماده بديله للسوبر فوسفات مع ايه؟ اول ريه بنسميها احنا الطافيه، اللي هو بعد ما الازهار تقعد كده وهنسقيه هندي له اول ريه. هنحط حامض الفسفوريك للشجره الواحده من 300 ل 600 جرام من البوتاسيوم. الفدان بيبقى فيه حوالي 200 شجره. اضرب ال 300 في 200. تمام يا جماعه؟ اضرب ال 300 في 200، هتنزل كده 4 اصفار، والاتنين في 3 ب6، يبقى ب6000 جرام للفدان. 6000 جرام للفدان، يعني حوالي 100 كيلو او حامض فسفوريك للفدان. 100 كيلو حامض فسفوريك للفدان، واقل من كده كمان. تمام يا جماعه تمام، ما هو الكيلو 1000 جرام. تمام، دي بتحط ده الجرام ده بالنسبه للبوتاسيوم، مش حامض الفسفوريك، بالنسبه للسوبر فوسفات الكالسيوم. تمام يا جماعه، السوبر فوسفات بيتحط بمعدل من 300 مثلا ل 600، يبقى حامض الفسفوريك هيبقى اقل من نص الكميه كمان،
لانه بقى مركز جدا، تمام يا جماعه. فهيتحط حوالي 100 كيلو للفدان، 100 كيلو للفدان الواحد، تمام يا جماعه. تمام. طيب نيجي بعد كده في اللي بيتحط البوتاسيوم. البوتاسيوم بقى ده بيتضاف على دفعتين، اللي هما ازاي؟ دفعه في اول السنه مثلا ممكن تحطها في الارض، ممكن تحطها مع السماده، بيبقى كل شجره حوالي من 300 ل 600 كيلو جرام، برضه ل 600 جرام، من 300 ل 600 جرام، تمام يا جماعه. ده البوتاسيوم. نيجي لتالت حاجه، السماد الازوتي. السماد الازوتي يستحسن يكون نترات، يستحسن يكون نترات، بيتحط على ثلاث دفعات. دفعه عند اول مجر ورايه الطافيه، يعني اول تبقى اول رايه خالص بعد اللي هي في اول الموسم كده، بعد ما الزهره دي تقفل كده وتبقى كلها عقدت، بعد الزهره دي بنحط اول دفعه من السماد الازوتي اللي هو النترات، هنحط نترات بمعدل 150 كيلو للفدان طول العام، يعني في كل دفعه هنحط 50 كيلو جرام، يعني مع اول رايه اللي هي رايه الطافيه دي اللي احنا بنقول عليها هنا في مصر رايه الطافيه، هنحط 50 كيلو جرام، وبعدها باسبوعين ثلاثه هنحط برضو غير، هنحط 50 كيلو جرام، وبعدها بكم اسبوع هنحط 50 كيلو جرام، تمام يا جماعه. والبوتاسيوم برضو هنحطه عند التزهير كده اللي هو في رايه الطافيه، برضو هيتحط مع السماده، يتحط في السماده بكل شجره من 300 ل 600 كيلو ل 600 جرام، من 300 ل 600 جرام. ونقف عند كده النهارده لان الفيديو طول بصراحه، والمره الجايه نقول لكم العمليات بتاع الخدمه الثانيه، خف الثمار والكلام ده كله. وفي الختام سلام، واللي عنده اي سؤال او استفسار يسيبه في التعليقات. وفي النهايه اشكركم وسلام.